قامت مؤسسة كعاش إيفنت بتنظيم سهرة فنية كبرى بمناسبة رأس السنة الجديدة، وذلك يوم 31 بقاعة إسباس غري، واللي عرفت كم هائل من الحضور. لدرجة أن القاعة امتلأت عن آخرها بجمهور آتي من فرنسا وهولندا وبلجيكا وحتى ألمانيا. مؤسسة إيفنت صنعت التميز في التنظيم والحنان. شكرا. السلام عليكم. نجم القناة الثانية الإعلامي والمنشط هشام مسرق لتحفنا بتقديمه لمستملحاته المتميزة لفقرات الحفل العائلي. أولا شكرا لك، شكرا على التقديم للإخطيك، سان في بليزير. سعيد بزاف وفرحان بزاف بتواجدي هنا في أول مرة في بلجيكا، أول مرة كنتلقى مع المغاربة خوتنا وحبابنا ديال بلجيكا في هذا الحفل اللي ودعنا من خلاله 2018 واستقبلنا 2019، اللي نتمنى الدخول على الجميع بالصحة والسلامة والخير والرزق وتيسير. وفوالا دونك كنكتشف بلاد زوينة اللي فيها بزاف ديال المغاربة واللي رحبوا بينا زعما، وغادي ندي معايا ذكريات جميلة. مع الإطلالة المشرقة للفنانة دليلة. أنا كنشكركم وكنشكر الأخ خالد على هذه البادرة الطيبة، لأنه جمعنا في هذه المناسبة هذه. فاش غادي نقول لك، هذا الحفل كان متميز، وكان حفل يعني فيه مجموعة ديال الفنانين، منهم فنانين تبارك الله في الأغنية الريفية اللي معروفين، وهذه بادرة كبيرة وطيبة. ونجم الأغنية الشبابية نور الدين الحوري. واهتزت القاعة على نغمات الشعب مع أوركسترا شعيب أنور. مع رائدة التراث الأمازيغي وقيدوبة الفن الريفي الفنانة المخضرمة ميلودة الحسينية. زعما نهار هادو سين تسواطاس سمو إذا يتعجب الحال، شمين تواري غزدادي يعني تعجب الحال تسواطاس، وتشكاغ مرة المغاربة ماشي ريفيين وان شين كلشي كيف كيف، حنا كلنا بحال بحال. وما نساوش إطلالة النجمة الصاعدة حفصة. تشكح كني ومارا، تشكح ريفين مارا، تشكح غابين مارا، شكرا بزاف. نهارا حفلة فتشا نايدا نايدا نايدا. كانت المفاجأة حضور المايسترو مراد مجود اللي متع جمهور بأغانيه وحضور القوي على الخشبة. الصراحة أنا فرحان، لأن أنا في بلجيكا وأول مرة يعني مع الجمهور في بلجيكا حضروا، كما شفتوا كانت الأجواء جميلة وكانت السهرة ناجحة 100%، وبالوجود ديالكم بالوجود ديال الصحافة وديال المنظمين وديال الموسيقيين وديال الفنانين اللي حضروا معنا، وما نساوش لا سيكوريتي اللي قامت بواحد الدور مهم. يعني الحمد لله أنا فرحان، أول مرة تجاوبوا معايا الجمهور هنا بلجيكا في بريطانيا. مسك الختام مع رشيد القسمي اللي هز أركان القاعة وحرك الأحاسيس الجياشة ومتع الجمهور. وكان للجمهور موعد مع عرض فاخر وراقي مبدع للزيانة نادية اللي تصنفت ما بين الأوائل في أوروبا. أنا جد فرحان بوجودي معكم ووجودكم معايا. أنا جد فرحان وكنشكر كاع هاد الناس اللي حاضرين وهاد الناس اللي ساعدوني كسوا من القريب ولا من البعيد، ونجحوا وصاروا معايا على بالنجاح نتاع هاد الحفل. أنا كان جات لي هاد الفكرة باش نحيي هاد، أنا بزاف دابا شي 15 عام وأنا في هاد الشيء، ولكن دابا مابقاش هاد المهرجانات، مابقاش هاد السهرات، مابقاش هاد الحفل،
وكان جات لي الفكره باش نحيي ونجمع هاد الناس هاد الاخوان كسوا الفنانه من القريب ولا من البعيد كاع خوتي جمعتهم. المهم جمعنا هاد الحفل ونظمت هاد الساره اللي كانت ناجحه بزاف بزاف وانا جيت سعيد بهذا النجاح. وحضور ملكة جمال العرب بأوروبا الأنسة آسيا لشرفات الحفل. أنا خديت ملكة جمال العالم العربي للسياحة بأوروبا 2018 وحاليا أنا في واحد الكونكور جديد اللي هو 100% بلج وأنا الوحيدة العربية المغربية اللي كتشارك لأول مرة في هذا الكونكور وجو سوي باغمي لي فيناليست اللي هو ميس إكسكلوزيف بلجيم 2019 وكنتمنى اللقب يكون مغربي لأول مرة ولأول مرة حدث جديد في أوروبا اللي هو أول مغربية عربية كتقدم لواحد البروغرام اللي هو أوروبي وما كدوسش بالبيكيني أول وجه عربي اللي يعني نقاط على هاد المسألة.